الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا النعم بالخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. طيب، البداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر اسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية، واللي عنده تعليق مناشدة مشكلة يتم تركها ضمن التعليقات حتى نقراها وقت بث الحلقة، أو إذا كانت تحتاج إلى متابعة يتم إرسالها لمراسلينا لمتابعتها. المشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة، ونبدي من بعقوبة، من بالتحديد من ناحية كنعان اللي ظهروا من أجل المطالبة بتحسين الواقع الخدمي. يبدو أن التظاهرات بدأت تمتد أو بدأت تشهد عديد من المدن العراقية هذه التظاهرات، خاصة على موضوع الخدمات، وخاصة بعد موجة الأمطار، لأنه يعني صار واضح جدا أنه هناك يعني انهيار بالواقع الخدمي أو ضعف بالواقع الخدمي، وجاي الناس بدأت تلاحظ أنه طالما أنه هناك موازنة 2018 تم إقرارها يوم أمس، فمن المفروض يكون هناك نصيب كبير لموضوع الخدمات والبنى التحتية. من ضمن مثل ما شاهدنا ومثل ما جاي نشوف أنه خلال هذه الأيام يوميا هناك تظاهرة لعدد من المدن العراقية، واليوم من ضمنها ناحية كنعان في بعقوبة بديالة، الظاهرة واحتجاجا على تردي الواقع الخدمي، ويطالبون أنه تنشمل هذه الناحية بالخدمات حال حال بقية خلينا نسمي بعض المناطق، لأنه إحنا غالبية المناطق اللي موجودة عندنا هي للأسف تعاني من انهيار الواقع الخدمي. بلكت الله وعسى ولعل أن تلتفت الجهات المعنية لهذه الناحية وتقوم على الأقل وضع جدول، وضع مشروع، وضع خطة لإعارة الحياة إلها خدمية. نعم. يعني موضوع التظاهرات ولا هو جديد، والمفروض أنه يكون من قبل سنوات عديدة أن كل المحافظات العراقية تطلع بتظاهرة واحدة من أجل إسقاط الفساد اللي موجود داخل الحكومات المحلية وأيضا في الحكومة المركزية، لكن للأسف أنه اليوم احنا كهيئة نزاهة اللي موجودة عندنا في الحكومة العراقية غير قادرة على محاربة الفساد، فكيف أنه المواطن الفقير اليوم راح يقدر يطلع ويوقف بأحدى ساحات محافظته أو ناحيته حتى يحارب الفساد؟ الفساد أكبر من كل المواطنين الموجودين، وإذا راح نبقى نتظاهر منه بعد سنة سنتين ما راح يكون أي حل، مدام أنه القضية محصورة ما بيناتهم، بين عمك وبين خالك وبين أحزابهم السياسية واللي هم يردونه فقط. أما المواضيع الأخرى فالبصرة حالها حال ناحية كنعان يمكن أسوأ، لأنه حسب ما ذكروا أنه البصرة هي نمبر وان بالإيرادات المالية، والمفروض أنه ميزانيتها تكون أكبر من كل المحافظات العراقية، كون أنه بها اقتصاد وبها نفط وغيرها من المواضيع، وإحنا اللي دائما نقول المفروض أن البصرة تكون عاصمة العراق الاقتصادية، لكن للأسف بهذا الوقت أو بهذا الوضع المأساوي الحزين البصرة ما راح تكون بها أي إيجابية، مدام أنه هذه الحكومة المحلية هي اللي تقود زمام الأمور في محافظة البصرة. البصرة رجعنا لموضوع الشركة الأجنبية واللي بين يوم ويوم زعلانة، مثل ما نقولون بيوم اللي ترجع أهل البصرة يحتفلون ليلة رجعت لعيالها. اليوم الشركة الأجنبية زعلانة على أهل البصرة، وبالتالي أن النفايات بدأت تتكدس بالعشار وبأغلب مناطق البصرة. ليش؟ لأنه المحافظة ما تدفع فلوس الشركة الأجنبية الخاصة بالتنظيف، وهذه الشركة الكويتية واللي بيها دخلوا شركاء اثنين تابعين لأحزاب سياسية في الحكومة العراقية. طيب إلى متى احنا راح نبقى عنها المعاناة، واحنا دائما ما نحكي في برنامج المدينة عن موضوع البصرة، وخاصة إبعاد هذه الشركة الأجنبية من ساحة البصرة بالكامل، والاعتماد على دوائر البلدية اللي موجودة في البصرة، وتشغيل أيدي عاملة عراقية حتى أنه هي تكون حريصة وهي اللي تنظف مناطقها واللي تنظف مدينتها بالكامل. إلى متى راح يبقى الموضوع؟ ما راح يحل. يمكن
83 مليار سنويا انه ينطون بس لهذه الشركه رقم كلش كبير يعني. وبالتالي انه هذا اللي نصرفه على ايدي عامل عراقيه ونشتري به اليات انه راح نبقى ننظف بها مو لسنه واحده، راح نبقى ننظف بها لخمس سنوات قادمه. يا ريت انه يكون اكو تخطيط فعلا، ولو احنا ما اعتقد انه عندنا قسم تخطيط او دار تخطيط بكل الدوائر اللي موجوده وخاصه الحكومات المحليه، ناس تشتغل عام شامي، ناس تشتغل على المحسوبيه والمنسوبيه والواسطه، يا مسؤول يجي عنده شركه من معارفه يريد يجيبها يدخلها تشتغل باحدى المحافظات العراقيه، تعال جيبها وخلي نشتغل وخلي انه نستفاد اثنيناتنا، وبالتالي انه المواطن الا الله هو اللي يدفع ضريبه وجود هذه الحكومه المحليه والشركات الاجنبيه اللي دخلت بالواسطه والمحسوبيه والمنسوبيه في العراق. نروح نشوف مقطع الفيديو وتراكم النفايات تكدسها في العشار، بعد ما نرجع لكم مباشره. مركز مدينه البصره الغنيه بالنفط اللي يصدر 4 ملايين برميل يوميا. هذا مركز المدينه طلعوا له بعد 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 اللهم زيد وبارك. مدينه صدر 4 ملايين باليوم وهذا حالها. يعني مو فقط الموضوع محصور عند الشركه الاجنبيه في البصره واهمالها وعدم رضاها من قبل الحكومه المحليه، كل المحافظات العراقيه تعاني بسبب تكدس النفايات وتراكمها بسبب دوائر بلديه وغيرها من الجهات المعنيه، لكن اليوم على محافظه البصره انه يحلون الامر ويساوونه بالتراضي ما بينهم بين الشركه الاجنبيه الخاصه بتنظيف البصره، يا اما انه يقول لهم خلاص انه هاكم هاي فلوسكم وطلعوا خارج مدينه البصره وخلي الاعتماد يكون على ايدي عراقيه من محافظه البصره هي اللي تنظف، والاعتماد ايضا على الدوائر البلديه، يا اما انه تنطون فلوس الشركه الاجنبيه وتبقى الشركه الاجنبيه تنظف بشكل مستمر حتى انه نبقى محافظين على شكل وجماليه مدينه البصره من هذه النفايات المتراكمه. خلي شويه نرتقي بالبصره لان اهلها راقين ويستحقون كل الرقي وكل الاحترام، فحرام انه نقدم لهم هذه الخدمات التعبانه والسيئه واللي نشوف واقعهم الخدمه ينهار يوم بعد يوم. واما البنى التحتيه فهي منهاره بالاساس لانه من 2003 لحد الان ماكو اي تحديث عليها، ولا انه راح يصير ما دام انه احنا راضين بالناس اللي تحكمنا واللي لحد الان مكلبين بالكراسي حتى انه يستفادوا من عندها صفقات بارقام كبيره جدا. يعني هذه احدى مخلفات او خلينا نسميها جرائم المحافظ السابق اللي كان يعني الناس عرفت انه هو هرب اخر شيء بسبب ملفات الفساد، ومن ضمنها وعلى راسها موضوع شركه التنظيف اللي هي احنا حكينا في وقتها وقلنا اصلا كنا معترضين على القضيه، وحكينا في وقتها انه ليه الشركه تجينا شركه من خارج البلاد في حين انه احنا عندنا دائرة مختصة بهذا الموضوع اللي هي البلدية وأكو عمال نظافة، أزيد العدد وأنطي راتب أكثر أحسن مما أنطي ملايين الدولارات اللي إحنا بس محصلين من عندها، أنه فقط الآليات رح ناخذ الآليات اللي هي الآليات رح تكون مستهلكة وأصلا هي إجت مستهلكة، بالتالي الموضوع من الأساس هو تشوب الفساد وعليه علامات استفهام. المفروض هسه يعني اللي إجا من بعده لازم تحل الإشكالية، إلغاء العقد أو يعني لازم نسوي طريقة معينة، مو يومية والله أهل البصرة لازم يدخلون في معمعة موضوع عن النفايات، يعني وين هي الناس وما عندهم مياه الأمطار وعندهم الخدمات. نرجع مرة ثانية لنقطة الصفر هي موضوع النفايات ويلتهم بها ونبقى وهكذا، إحنا يمكن هاي عاشر مرة إحنا نطرح القضية انتشار أو عودة انتشار النفايات، في حين المفروض إن إحنا نحكي بمواضيع أخرى خاصة البصرة اللي هي بوابة العراق وهي مصدر رزق العراق، المفروض نحكي بأمور يعني أخرى أكبر من هذا المستوى إنه نحكي بنفايات وشلون يتم حل هذا الملف. حتى نعرف تفاصيل أخرى يعني قد يكون هناك مستجدات على ساحة النفايات في البصرة وكيف يتم رفعها وكيف يتم حل هذا الملف الشائك، ينضم معنا مراسلنا من البصرة منتظر الكركوشي حتى هو يحكي لنا عسى ولعل يكون مثل ما قلت تفاصيل أخرى عن الموضوع. أهلا بك منتظر، ونتمنى انه يكون هناك فد تصريح فد خبر يخص موضوع النفايات، لانه احنا وصلتنا يعني الكثير من الرسائل تقول انه لازم يكون هناك حل هالمره وحل حاسم لملف النفايات في البصره. نعم، مساء الخير عليك اجل، مساء الخير على جميع المشاهدين. طبعا نعم. مساله النفايات ليس بالملف الجديد، يعني حتى في برنامج أهل المدينة تابعناه أكثر مرة وأكثر صح. من تقرير نعم. والرصد كان متواصل بخصوص هذا الموضوع. يعني اليوم بات أهل البصرة يصرفون شركة تنظيف مثل المرأة الزعلانة، يعني بين يوم ويوم راح نوقف آليات نهارج، يعني وكأنما فضل على المواطن في حال من رجعت، حتى بعض المسؤولين بات يصرح
نهني اهل البصره من راح ترجع لهذه، وكانما نعم. هي منيه على اهل البصره مساله ملف التنظيم. نعم. اداره بلديه عاجزه عن اداره ملف التنظيم. نعم. شركه كويتيه تعاقدوا معها، اطار كويتي، هناك كثير من ملفات الفساد شو يعني يشوف هذا الملف بحسب قول عدد من اعضاء مجلس المحافظه، وباكثر مره في زمن المحافظه السابق يعني قدموا ملفات حول هذه الشركه وارادوا ان يسحبوا العقد وعدم تجديد العقد، ولكن هناك اصرار كبير من بعض الكتل السياسيه على تجديد هذا العقد. طيب ما لماذا هذا الاصرار على يعني هذا الاسئله المطروحه في البصره، لماذا هذا الاصرار على الشركه وهي لم تقم بواجبها بشكل صحيح، بالاضافه الى المحافظه تعاني من ازمه ماليه غير قادره على دفع الاموال. الملف لا زال يعني خصوصا قبيل الانتخابات هذا الملف خذ مساحه ربما وجدال بين السياسيين. الاخر يعني اخر ما توصل اليه يعني الملف لحد الان بتوجيه من هيئه الحجز الشعبي، الاليات الجهد الهندسي نزلت الى الشوارع، يعني استطاعت ان يعني ترفع عدد من النفايات كميات من النفايات، ولكن لن تنهي الازمه بشكل كبير على اعتبار هذا جهد هندسي جهد معرفه. هناك توجيه كان من هيئه الحج الشعبي في بغداد ب يعني ادخال هذه الاليات لخدماتها في المدن. طيب. من ضمن الاعمال الطنبيه حاليا قامت برفع يعني هذه النفايات، ولكن الازمه لا زالت مستمره. هناك تحذير من انتشار بعض الامراض على اعتبار هناك بعض المحال التجارية وبعض الدور السكنية هي قريبة عن هذه المحال وقريبة على هذه الأسواق، فبدأت تتكدس وهناك يعني الفئران والحيوانات السائبة. نعم. فهذا الموضوع يعني حتى هناك تذمر كبير وغضب كبير يلقونه على المحافظ البصرة السابق ويحملون محافظ البصرة الحالي في يعني خصوصا منتظر الجديد لحد الان يعني هذا الملف لم يتم حله، لان كانوا يتاملون على ابسط الامور ان يتم حل هذا الملف. طيب هي القضيه شائكه مو سهله، انه واحد هناك عقد مبرم لعده سنوات ما اعرف كم سنه يمتى ينتهي، واكو قضيه يعني من ضمن القضايا التي طرحت خلال اليومين او يمكن اليوم على اساس انه احنا راح نترك هذا العقد مع هذه الشركه وبس راح نتعاقد مع شركه اخرى ايضا اجنبيه، هل فعلا هذا الكلام يعني موجود على ارض الواقع؟ طيب ليش مو احنا نعتمد على البلديه هل تحاول تتدخل بالموضوع؟ يعني اولاد بلدنا هم احق بالعمل بهذا المشروع. اكو ملف هو اكبر من هذا، تحدث ب يعني خلف الكاميرا تحدثوا ب او مواقع وسائل الاعلام، يعني عدد من اعضاء مجلس المحافظه تحدثوا عن عقد من احد الشركات الاجنبيه. طيب. لا تريد اموال من الحكومه فقط تدوير النفايات، تاخذ نفايات وليس مركز المدينه، لا. طيب. جميع البصره. طيب. ينشئون معمل توفير ايادي عامله للبصره. طيب. وبالتالي تدوير هذه النفايات واحنا ننظف لكم المدينه ببلاش بهذه الصيغه، يعني احد اعضاء مجلس المحافظه. حلو المشروع، ولكن هناك هذه الشركه واجهت احتراف شديد من؟ يعني يقول لك انا جيت لك شركه، البعض يتحدث بانه هذه ما بها فائده لبعض المسؤولين، ما بها كوميشنات، ما بها فلوس، هو ملف ما بها فلوس، يعني فقط انا الشركه راح استفيد بس راح اشغل لك ايادي عامله. طبعا فانت ليش اتعاقد يا شركه انا اعطيها فلوس واليات ومطيها ما ادري كم مليار على مود تغسل التماثيل والساحات العامه. نعم. يعني اكو مبالغ ضخمه هو لغسل الساحات العامه. ولكن حتى اعاده تاهيلها ما شاهدنا اي شيء من هذا الموضوع، توزيع الاكياس على المواطنين. القضيه هسه هسه الكره بمرمى المحافظ، يستطيع حل القضيه التعاقد مع الشركه لو لازم يلجا الى الحكومه المركزيه لاخذ الموافقه، من هو صاحب القرار؟ صاحب القرار هو مجلس المحافظه، يتم الطرح من الحكومه المحليه ومن ثم يحول على مجلس المحافظه يتم التصويت عليه، ولكن العقبه تبقى هي مساله الاموال. يعني حاليا يقول لك البصره انا ما عندي شلون اتعاقد ويا شركه وانا اصلا اموال ما عندي، ينتظرون هسه تخصيص بعد اقراء الموازنه واستلام الاموال ربما يتم التعاقد، يا اما دعم البلديه بالكوادر وبالاليات ويبقى الملف هو خاص بالبلديه، لان كوادر البلديه هو غير كافيه اعدادهم لتنظيف المدينه، اما التعاقد مع شركه اخرى. ولكن هو المستغرب والموضوع اللي يتم الحديث عنه، لماذا لا يتم التعاقد مع الشركه المذكوره اللي طرحت مشروع تنظيف البصره مجانا وتدوير النفايات والاستفاده منها؟ طيب احنا نتمنى انه يكون هناك ضغط شعبي
من قبل أهل البصرة إذا كان فعلا هذا الخبر صحيح، هذه الشركة فعلا عرضت هذا المشروع، قد يكون إشاعة أو دعاية انتخابية لأحد المسؤولين. إحنا نشكرك مراسلنا منتظر، ونتمنى أن يكون هناك مرة أخرى اهتمام كبير من قبل المسؤولين في البصرة. يعني أعتقد أنه اللي سرق وأخذ كافي، يعني هالمرة هم البصرة شوية، يعني حن عليها أهلك ذولي وناسك، إذا تفشت الأمراض أنتوا أول الخاسرين، أهلكم موجودين وناسكم، وأعتقد ماكو داعي تدخلوا راسكم في ملف آخر موضوع الأمراض. هم ما ناقصين أصلاً أهل البصرة الأمراض السرطانية بسبب النفط وغيرها، بسبب مياه الأسنة والمجاري، يعني هذا موضوع أعتقد الملف ملف التنظيف أو ملف شركة التنظيف حسموه، خلصوا من عنده. عيب أنه إحنا يوم وترك نحكي بموضوع انتشار النفايات في شوارع البصرة، تعال يا شركة التنظيف مرة أخرى، إحنا نمون على جماعتنا. أنا حكيتها سابقا أنه من الممكن أشهر ما تطلون رواتب خطية ما يحكون، لكن شركة التنظيف يوم واحد مباشرة تزعل وتلم أغراضها وتدور وجهها. نتمنى يكون هناك حسم من قبل الجهات المعنية، والناس اللي توعد لازم توفي بوعدها. احنا ما نضل والله شماعة، والله المحافظ السابق الموجودين حاليا المفروض يكونون على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام بهذا الملف. حتى اللي راح يجون بالدورة الانتخابية القادمة وبالكابينة الانتخابية القادمة راح يقول لك انه والله انا ما اقدر اصحح الاخطاء اللي وقع بها المحافظ السابق وخلاها علي متراكمة، ولحد هذه اللحظة انه ما اقدر. بس فعلا انه اذا ارادوا يسدون ملف النفايات وتراكم النفايات اللي موجودة في البصرة عليهم بالموافقة لهذه الشركة اللي جتي مقابل انه تاخذ النفايات وتدورها وتنظف البصرة مجانا. يا ريت انه فعلا يشتغلون على هذا الملف وتكون البصرة جميلة جدا حسب ما انه ذكروا هسه من خلال الاتصال مع مراسلنا، وايضا انه نرجع نشوفها مثل ما كانت في السنوات السابقه، كيف كانت جميله ونظيفه بكل شوارعها ويضرب بها المثل بكل المحافظات العراقيه. نروح لموضوع اخر، راح اروح المره الى العاصمه بغداد. ما اعرف ليش من اوصل لبغداد اكو غصه بالموضوع، حصر الموضوع، لانه بغداد العاصمه المفروض ان تكون من اهم المدن العراقيه، لان هي دائما ما يوصفوها بعروسه المدن وغيرها من الاوصاف الجميله، لكن للاسف بسبب أمانتها اللي هي غير أمين عليها وصلت بغداد لهذا المستوى السيء من انهيار الواقع الخدمي. إضافة إلى كل هذا أنه ياريت لو شارع لو منطقة يمكن أنه نقدر نتعاون ونقدر أنه ننظف، لكن أنه مستشفى الرشاد الخاص بالأمراض النفسية يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب انسداد خط 72 اللي خاص بمياه الصرف الصحي واللي بدأ يرجع المياه إلى المستشفى، وأكثر من 1000 مريض هو مهدد بكارثة صحية إذا بقى الوضع مثل ما هو الآن ومن غير تدخل أمانة بغداد. فاليوم على أمانة بغداد أن نتابع التقرير جيدا وتشوف بما تحدثوا اللي موجودين خلال التقرير، وتروح تنقذ المرضى من آلامهم ومن ضيمهم ومن تعبهم اللي يعانون بسبب إهمال أمانة بغداد ودوائر البلدية اللي موجودة بمنطقة الرشاد. تفاصيل أكثر نتابع هذا التقرير. أكثر من 1200 مريض في مستشفى الرشاد التدريبي اللي يخص الأمراض النفسية والعقلية في بغداد معرضين إلى خطر وإلى أمراض خطيرة بسبب هذه المياه المتراكمة هنا، مثل ما تشاهدوها حالياً. أجينا اليوم إلى مستشفى الرشاد حتى ننقل لكم هذه الحالة، المياه المتراكمة بسبب مياه الصرف الصحي. أمانة عاصمة بغداد 4 سنوات ما سوت إدامة لهذه المستشفى أو لهذه المياه الصرف الصحي، وهنا المرضى معرضين إلى خطر، معرضين إلى عدة أمراض من إسهال وتقيؤ وغيرها. راح نلتقي مع مدير مستشفى الرشاد التدريبي حتى يفهمنا على هذا الموضوع أكثر اللي يخص أمانة عاصمة بغداد عن هذه الحالة. في يوم 15/2 الخميس، مو هذا الخميس، الخميس اللي قبله، صادف سقوط أمطار واستمرت لعدة أيام، كان نتيجتها انهمار الأمطار وانهمار المياه في مستشفى الرشاد، تجمعات للمياه، على أثرها تجمعت المياه في ساحات الداخلية للردهات والردهات والساحات الخارجية بالمستشفى. على الفور بنفس اليوم قامت الملاكات الهندسية والصيانة والكادر الإداري بالمستشفى الرشاد، وأيضا بمساعدة ومساندة الكادر الهندسي والصيانة
دائرة صحة بغداد الرصافة. من نفس اليوم احنا قمنا بتنشيف الردهات الداخلية. دخلت نعم، لأنه كانت مياه أمطار لعدة أيام ظلت منهمرة، فإحنا بنفس اليوم استطعنا أن ننشف كل الردهات. الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرشاد هي 1200 مريض، لكن إحنا عندنا هسه حالياً 1240 نزيل موجود في المستشفى. المرضى اللي عندنا هم من مختلف أنحاء العراق من الجنوب إلى الشمال. المرضى محافظة بغداد هم عددهم 600، وعدد مرضى المحافظات 670 مريض. سبب هاي المياه، المياه هي احنا ما عندنا اي عطل داخل المستشفى، المجاري مالتنا كليتها مصانة، لكن الخلل الرئيسي هو عندنا بالمجاري الرئيسية لمنطقة الرشاد اللي هو يسموه خط 72. هذا 4 سنين هو ما مدام من قبل أمانة العاصمة، 4 سنوات ماكو إدامة على هذا الخط. كانت النتيجة أنه هسه إحنا قاعدة نسحب المي، هسه إحنا خلصنا الردهات هي ناشفة، لكن عندنا الساحات الخارجية اللي إحنا يعني حملات عليها لإنشاء حدائق زرع، العفو يعني إحنا تعرف إحنا هسه العلاج النفسي مو بس أدوية وإنما هو علاج تأهيلي، ومن أهم مستلزمات العلاج التأهيلي هو زراعة الحدائق. الدائرة صحة بغداد الرصافة يعني احنا مسوين حملة وصارفين أموال على هاي الحدائق كل تهسه يعني انهمرت بالمياه. هذا إذا طول فترة طويلة يعني 7 أيام 8 أيام 10 أيام وبدون معالجة. طبعا احنا من البداية اتصلنا بأمانة السبب، بس أنا أحب أؤكد نقطة مهمة وتواصلت يعني طشت عن طريق وسائل الإعلام إنه أكو 1000 حالة إسهال. هذا شيء مو صحيح بالمرة. السبب أنه عدم إدامة الخط الرئيسي خط 72، وهذا المفروض أمانة العاصمة تقوم بعملية الإدامة عليها سنويا تحضر لموسم الشتاء، وهذا إمكانيته إحنا خارج إمكانيات المستشفى وخارج إمكانيات دائرة صحة بغداد الرصافة وحتى خارج إمكانيات وزارة الصحة. مسؤولية أمانة العاصمة، أنا اللي أطلبه من أمانة العاصمة أنه حل سريع جدا فتح هذا الانسداد اللي موجود اللي يراد لإمكانيات ما موجودة عند بلدية الغدير. لازم إمكانيات أمانة العاصمة نفسهم، لأن حسب ما عرفت أكو آليات أكو موجودة إنه تسليك هذا الخط. مستشفى الرشاد هو أكبر مستشفى يعني بالعراق، أكبر مستشفى يمكن همين بالشرق الأوسط. وهذا حالة تشوفوا حال مستشفى الرشاد، يعني هذا حالة يعجب أمانة بغداد. المفروض يعني يكون اللي قد طبعا يأثر بالمستقبل، يأثر. احنا حاولنا بكل الطرق انه ما يأثر بصراحة، حاولنا وبعدنا المي عن المرضى، لكن هذه الوضعية إذا بقت تقصير من دائرة أمانة بغداد فطبعا راح يتاثرون المرضى. الحاله غير صحيه ويتعرض المريض الى خطر، بس حاليا لا يوجد اي حاله مثل ما ذكرته وسائل الاعلام والاعلام بكل الدوائر هسه بالتواصل الاجتماعي وجود 1000 مريض. اي حاله اسهال ما موجوده عندنا. الحاله هي بس احنا بالنسبه لنا الحدائق هاي مالتنا المتنفس الوحيد للمريض احنا خسرناها بسبب هالامطار. طيب ممكن هاي السبب حاله اسهال وتقيؤ للمرضى اذا بقى الماء على حاله؟ طبعا هي مياه اسنه، احنا بالنسبه لنا سيطرنا ما خلينا هاي المياه توصل للرتات، بس مستقبلا ودام تدخل سريع. وبالنسبه لامانه بغداد مشكوره جهزتنا ببعض المعدات، بس معدات لا تكفي بالغرض، ما استطاعت تفتح الخط الناقل الرئيسي. يعني الكل هسه يسأل نفس السؤال اللي موجود في بالي، انه من ايش وقت هي وقفت الامطار وليش لحد هذه اللحظه انه امانه بغداد غير قادره على سحب المياه او فتح؟
خط 72 مثل ما ذكر مدير مستشفى الرشاد الخاص بالامراض النفسيه. اكيد امانه بغداد ملتهي بغير موضوع، ليش؟ تعرفون ليش؟ لانه المستشفى الرشاد صايره يمكن في نهايه مدينه الصدر، وبالتالي ما يقدرون يوصلون لها، لان ما راح يستفادوا من عندها لا اضرار رصيف ولا مال بناء رصيف ولا ضرائب انه ياخذون من المواطنين الموجودين ولا حتى من المرضى، فبالتالي انه امانه بغداد يركضون وراء مصلحتهم وراء فلوسهم وراء استفادتهم، باقيه الناس خلص انه خلي يموتون، لان هذه مستشفى والمفروض انه وزاره الصحه هي اللي تطالب، هي بكتاب رسمي من دائره صحه الرصافه الى امانه بغداد، يا تعالوا اشتغلوا، ترى حاله المرضى النفسيه بدات تسوء اكثر ما انه هي سيئه وموجودين داخل المستشفى بسبب حالتهم النفسيه، يعني المفروض انه تكون الحداد كلها خضر، كل احنا بدنا نشوف يمكن هاي الافلام المصريه والمسلسلات كلها بها مستشفيات وطلعوها يظهروها بالمسلسلات، فعلا انه ترتاح، فعلا انه المريض من يروح تتحسن صحته وترجع لعافيته وترجع لوضعيته النفسيه لمكانها الصحيح، احنا لا بالعكس انه اذا كان يعاني من مرض نفسي بنسبه 5% اذا دخل لمستشفى الرشاد بسبب اهمال وزاره الصحه والدوائر المعنيه يمكن راح يصير عنده الاضطراب النفسي 100%. ليش انه احنا مهملين للمواطن العراقي؟ ليش مهملين للمرضى؟ وكانه انتم دا تقولون او دا توصلون رساله لهم انه انتم مرضى، يلا بالتالي انه انتم ميتين ميتين، لا عزيزي انهم ما راح يموتون، دخلوا المستشفى من اجل انه يتعالجون، من اجل انه يطلعون ويرجعوا للحياه مره ثانيه، ما يبقون قاعدين بهذه المستشفى، ولا انت في بالك انه مخصص لهم المستشفى مثل المكان اللي واحد يشطب يوم يوم من عمره حتى بالتالي انه يموت ويدفنونه، انت اشتغل واعمل وبالتالي انه هي الاعمار بيد الله. وان كان ميؤوس من حالته الصحيه والنفسيه انت عليك انه تقدم عمل، اضافه الى العتب مو بس على امانه بغداد، لا حتى على دوائر الصحه اللي موجوده في بغداد، دائره صحه الرصافه، هذا وضع احنا شفنا صوره او صورتين لداخل المستشفى، هذا وضع بيبان ما اعرف شلونها الارضيه ما ادري شلونها، فعلا اللي يدخل يحس بكآبه، يحس بتوتر، يحس بضيق نفس، احنا من خلال التلفاز وحسينا بضيق النفس، شلون المريض اللي موجود داخل هذه المستشفى، يا ريت انه يكون اكو اهتمام من كل الجهات المعنيه، ويا ريت انه يكون اكو تدخل من قبل رئاسة الوزراء لحل هذه القضيه العالقه ويروحون يسحبون مياه الامطار المتراكمه في مستشفى رشاد الخاص بالامراض النفسيه ويزرعوها ويتعبون عليها حتى على الاقل شويه نحسن من حالتهم النفسيه ونرجعهم الى وضعهم الطبيعي، ولو ان هم مو مرضى، المرضى اللي موجودين بالحكومه فعلا عندهم اضطراب نفسي لانه حائرين بس بنفسهم شلون يجمعون اموال ويسافرون عوائلهم خارج البلد. الحقيقه هو لو يغلقونها افضل يطلعون المرضى، لانه حقيقه احنا كنا مرضى نفسيين بسبب ما جاي نشاهده، منو ما هو مريض نفسي؟ احنا كنا اطفالنا كبارنا صغارنا، بس احنا الشكل يعني جاي نمشيها لانه واحد يشوف الثاني، يعني ماكو شيء غريب، ماكو واحد غريب، يمكن اللي يجي من برا يحس انه احنا يعني مو طبيعيين وحقنا، احنا لا كهرباء لا ماي لا خدمات، ابسط الحقوق احنا نطالب نطلع لازم تظاهرات عليها وما نحصلها، بالتالي احنا كنا مضطربين نفسيا، لكن يمكن بفروقات، واحد عنده احساس واحد ما عنده احساس، ولا هو هذا بلد وهذا وضع واحد يتحمل انه يعيش به، غير معناته انه احنا ناس يعني فوق الطاقه او فوق الطبيعيين، لذلك نتمنى انه يكون هناك اهتمام بالمرضى، ما معقوله لا وزاره الصحه مهتمه، لا مجلس محافظه، لا امانه بغداد، لا نفسها اداره المستشفى، يعني شلون قابل انه يوميا يمر المدير ويمرون الاطباء على الحديقه وهم شايفينها بهذا الوضع، شلون انتم تقبلونها على نفسكم؟ يعني مو هسه على المرضى، على نفسكم انتم، شلون انا اداوم مكان كله هذا وضعه التعبان؟ طيب نترك هذا الموضوع ونروح الى موضوع يمكن مر وامر، يعني هم القضيه احنا هواي طارحينها وتوصل لنا ايضا مناشدات وصور عن لان الناس يعني تقول لك عسى ولعل انه هناك من يلتفت، نروح للعماره وهناك مدرسه اسمها الشمعه واحنا مشاكلنا كلها من الشمعه، اسمها الشمعه بناحيه السلام، شوفوها يعني هي طينيه والناس يمكن كانت راضيه بيها، يروحون اولادهم وبناتهم، راح نشوف احنا مشوار يروحون خطيه اكيد من مسافات بعيده حتى يروحون الى مدرسه الشمعه، وبعدين من مطره الدنيا شافوا ان الوضع بعد خلص يعني لهنا حدنا لهنا بعد ولازم احنا نحكي ونوصل الصوت، لا يمكن انه واحد يدرس بيها، ما مو مدرسه يعني يعني لا يمكن ان نسميها مدرسه، يعني حتى المدرسه يمكن تحتاج على كانت كلمه المدرسه عندها لسان وتحكي كان قالت انا يعني ليش تظلموني، هذه مو مدرسه. فنتمنى من اصحاب الشأن واصحاب النور واصحاب الشموع ان يلتفتون لحال هذه المدرسه، وزاره التربيه احنا غاسلين ايدنا من عندها لانه اكيد راح تقول مو شغلتي، شغله مجلس المحافظه، ومجلس المحافظه راح يقول مو شغلتي لانه احنا اعطيناها المستثمر او بان نعطيها المستثمر، اذا كل شيء يريدون يحلون فراح يجيبون لهم كرفانات.
احنا هالسنه راح نمشيها بموضوع كرفانات وخيام، السنه الجايه لا، السنه الجايه وزاره التربيه خلت تنتظر من عندنا ملفات. لو ندري قلنا لكم يمكن لو ندري بس نسوي البرنامج عن يعني برنامج خاص بس عن وزاره التربيه، لانه اطفالنا ما يصير كل سنه يعيشون هذه العيشه اللي هي مو اسمها عيشه، عيشه مره. وانا ارجع واقول احنا نطالب منهم انه يحبون الوطن وينتمون للوطن، وهو ما شايف شيء من الوطن. على الاقل الجيل اللي جاي، بس احنا شفنا طين، بس اولادنا لا، حرام يشوفون الطين. هاي المدرسه بنحت السلام اسمها مدرسه الشموع، اعتقد انه يمكن المسؤولين يعرفون عنها، ما معقوله ما يدرون. واذا عفوا الشمعه، لازم شمعه ناكد عليها مو شموع. نتمنى من الجهات المعنيه بمجلس المحافظه، وزاره التربيه، مديريه التربيه، اي شخص مسؤول عنده شويه احساس يلتفت لحال الطلبه، لان هسه اكيد هم ما قاعد يداومون بها. طالما انه هي طينيه فهي اكيد آيلة للسقوط منتهيه، وما حد يقدر يوصل لها، يعني الطريق ما حد يقدر يوصل الى هذه المدرسه. يا رب انه يكون هناك التفاته لهذه المدرسه هالسنه بكرفانات، والسنه الجايه نتمنى انه يكون هناك بناء مدرسه نموذجيه لطلبتنا او تلاميذنا. نروح لموضوع اخر، راح اروح لبغداد. هالمره ما اعرف على منو اعتب، على الجهات المعنيه؟ لا، هالمره الجهات المعنيه خلاص ما لها دخل. نعتب على الناس اللي موجوده وعلى العوائل، لان هي اساس التربيه. المفروض احنا نربي اولادنا بالشكل الصحيح، هذا اولا. البعض من العوائل يمكن بالفتره الاخيره ما عادت تهتم بتربيه اولادها، المهم انه الاب يطلع من الصبح للشغل، الام ملتهيه بغير امور المنزليه، والاولاد بكيفهم يسرحون ويمرحون ويروحون لاماكن يمكن حتى بعيده عن منازلهم. اكو مقطع فيديو الكل يعرف انه هذا النصب الجميل اللي هو اسمه انقاذ بغداد في احدى ساحات بغداد او بالقرم المتنزه الزوراء اللي موجود في بغداد. بدت الناس اللي تكون حواليه او بعض الناس اللي تكون حواليه يسيئون لهذا الرمز او لهذا النصب او لمكانته. ما المفروض انه يكون بهذه الطريقه الوحشيه اللي انت صاعد؟ اولا انت مخفت على نفسك انه اذا زلقت ووقعت احتمال تنكسر ايدك، تنكسر رجلك. والشيء الثاني ما اعرف انه شنو اللي اسميها، لانه احنا بالشاشه لو خارج الشاشه يمكن كان حكيت مفرده اكبر تليق بهذا الطفل او المتطفل واللي صعد على هذا النصب. ما اعتقد انه بها شيء ايجابي اذا انه اتخذت صوره بهذا المكان، ولا اعتقد انه راح تزيدك مفخره لانه انت بهذا المكان. اما انه اذا ننظر لها من موضوع ثاني يمكن يقول لك ليش بس هاي الاشياء الخمسه او الاصابع الخمسه اللي ممدوده هي تريد تنقذ العراق. يمكن انه انا اصعد وانقذ العراق حالي حال اللي جوي باسم انقاذ العراق وهم هدموه. الاخ العينتين هم دا يفكر هيك انه صعد وما يعرف انه هو راح يهدمه، زين، بحجه انه انقاذ العراق. نتمنى انه من الاشخاص اللي فعلا يحاولون انقاذ العراق انه يفكرون صح ويخططون صح ويدخلون للاماكن المخصصه لهم الصحيحه حتى انه ننقذ العراق من الهلاك والدمار اللي عايش به. ويا ريت انه نوصي اولادنا ونوصي ابنائنا ونوصي شبابنا بالابتعاد عن كل هذه المظاهر السيئه اللي تسيء لسمعه المجتمع العراقي ولسمعه الشعب العراقي. لانه هسه المقطع الفيديو يمكن هو بعيد وغير واضح، ما نعرف انه اذا كان طفل، اذا كان فتى، اذا كان شاب، فبالتالي انه صارت على فتى. خلي فتى، فدائما بعض الفتيات تكون تصرفاتهم طايشه بسبب انه دخولهم لدور المراهقه او سن المراهقه، لكن انه مو الكل. فنتمنى انه من العوائل انه توصي وتنبه اولادهم بالابتعاد عن كل هذه التصرفات السيئه اللي تسيء لسمعه المجتمع العراقي. احنا اريد نرجع مثل الاجيال السابقه او السنوات السابقه، انه الجيل العراقي او الشاب العراقي يسولفون به وقدوه يحتذون به كل شباب العالم. فيا ريت انه نرجع حتى انه نحافظ على مكانه المجتمع العراقي اولا ومكانه الشاب العراقي ثانيا. ونتمنى السلامه لك لانه صعدت، وما اعرف انه جوز بالنزله صار بك شيء، ونتمنى السلامه للجميع العراقيين من الشمال الى الجنوب. يمكن لو مكسور احسن، حتى على الاقل الاهل يسالون ايش بيك، يقول لهم انا تسلقت. هذا المعلم اللي هو اسمه انقاذ العراق، اللي يمكن يعني اسمه على مسمى صدق نقذ العراق، ويقولوا له يمكن وكسر تستاهل، بس ما اعرف يمكن يجوز هم يروحون يهدمونها هم يطلعونها، يقول لك تروح العشيره تهدم. لو ما موجود هذا المعلم كان بنا ما انكسر. قضيه كلش مهمه، الواحد يخطا، ويعني هاي تصير كل البلدان، انه واحد يتجاوز يغلط يريد يبين عضلاته. الدائر ما دوار الناس، اكو مصور كان واقف اللي قاعد يوقف واقف ويريد يصور الناس بهذا المعلم، ما اعرف يقول له يا معود انزل صدق كذي، بابا ما يصير، اخي ما يصير، عيوني ما يصير. الثاني الثالث الرابع اكو عشرات واقفين ولا واحد انتفض. هي هاي اهم قضيه، واحد يخطا لكن ليش البقيه ساكتين؟ احنا لو واحد اثنين ننبه الثاني، انت اخطات، انت رميت النفايات لا ترميها. شويه شويه واحد يستحي من نفسه، يبدي يحس انه هو مراقب، مو محاسب، مراقب.
العتب مو عليه، العتب على البقية الموجودين حقيقة، الموجودين بمقطع الفيديو اللي المفروض يراجعون نفسهم. أتمنى أنه كل واحد يكون هو مراقب على نفسه ومراقب على غيره، شوي شوي إحنا نقدر نغير كل هذه الصفات. طبعاً كثير من المواضيع إن شاء الله نأخذها بحلقات القادمة، هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. أتمنى دائماً نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكراً لكم، إلى اللقاء.